معنا. طبعا تقوم المملكة بتنفيذ مشاريع ضخمة في سكك الخطوط الحديدية، تحديدا التعدينية. أين الآن هذه المشاريع، أو أين الدولة من هذه المشاريع، وكم تكلفة الإنتاج فيها؟ شكرا للاستضافة. المشاريع الخطوط الحديدية تشهد نهضة غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية، و قطاع النقل الثقيل والتعديني أيضا يشهد هذه النهضة. الآن بحمد الله بتشغيل خط البوكسايت، هذا طبعا نحن سعداء بذلك لأنه هو قطف الثمر بعد سنوات من الإنشاء والمد السكك وتصنيع القطارات والعربات. نعم. الخط اكتمل، الآن ننقل من الفوسفات من الجيراميد، وننقل البوكسايت كما ذكرتي من البعيثة في منطقة القصيم لرأس الخير. الاستثمارات مكتملة، الخط السبب الرئيسي حقيقة ذكرت أنت في السؤال أنه يعني بمعنى لماذا نستخدم القطارات. صحيح. التعدين له متطلبات كثيرة، صناعة التعدين أهم شريان رئيسي هو النقل. لماذا؟ لأنه تحتاج نقل كمية ضخمة من المناجم إلى مناطق التصنيع وبموثوقية عالية، وهذا لن يتأتى إلا أكثر ما يكون في عن طريق نقل السكك الحديدية. هل هناك مثلا من أهداف أخرى، مثلا تخفيض قيمة النقل؟ كيف كانت مثلا تنقل سابقا البوكسايت والفوسفات التي تحدثت عنها؟ هل هي مثلا أكثر أمان لنقلها عبر قطارات سكك حديدية أم ماذا؟ بالنسبة للأمان طبعا أكثر أمان، لأنه خط مخصص. ومثلا فيما يخص خط البوكسايت، شركة معادن الألمنيوم تحتاج إلى قطار واحد أو 12 طن يوميا تصلها في مناطق التصنيع وفي وقت واحد، وهذا يتم عن طريق السكك الحديد. من ناحية التكلفة مهم جدا أيضا أن يكون التكلفة ثابتة أو متوازنة لصناعة التعدين، وهذا أيضا يتحقق عن طريق السكك الحديد، بينما النقل بالشاحنات له متغيرات مختلفة قد يعني خلال السنوات تؤثر على هذه الصناعة. طيب، بما أنها هي آمنة لأنها مخصصة لنقل تلك المواد عبر تلك القطارات، ولكن سكك الحديد بنفسها هل تنقل مثلا ركاب على متن قطارات أخرى؟ نعم، الخط السكك الحديد كما هو خط المعبد، يعني ممكن تكون فيه شاحنات، ممكن تكون فيه سيارات وبأنواع مختلفة. فالخط الذي نبنيه هو جزء من خط أيضا للركاب، أيضا قيد الإنشاء، وإن شاء الله يكتمل العام القادم، لنقل الركاب من الرياض إلى الحدود الشمالية بمدنها المختلفة. كم تخصص ميزانية دكتور رميح لإنشاء خطوط سكك حديدية تعدينية وأيضا للركاب؟ طبعا المملكة حقيقة وضعت استثمارات ضخمة في مجال السكك الحديد بشكل عام، يعني بما فيها شبكات المترو داخل المدن، بما فيها ربط بين المدن. فيما يخص سار، شركة سار التي يعني نعمل بها، إلى الآن بلغت الاستثمارات أو العقود الموقعة أكثر من 23 مليار ريال للمشاريع التي تنفيذ، وهناك مشاريع أخرى وكبيرة أيضا قيد التصميم وسيتم طرحها كذلك. نعم، أشكرك دكتور رميح رميح، رئيس تنفيذي في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، شكرا جزيلا لك.